عقد مجلس النواب جلسته العادية الخامسة في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب. هذا وتم خلال الجلسة مناقشة المقترحات والمشاريع بقانون والمقدمة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات. تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 كان من أبرز ما تمت مناقشته اليوم خلال جلسة مجلس النواب، حيث ارتأى أن تتم إعادته للجنة لمزيد من الدراسة، فيما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تم مناقشة مشروع قانون العقوبات من أجل تغليظ بعض العقوبات اللي احنا ارتئينا ضرورة وجود رادع لحفظ الأمن والأمان في مملكة البحرين، وارتئينا سحب هذا المشروع لمزيد من الدراسة قانون العقوبات لتوفير منظومة تشريعية محكمة يعني تحكم الممارسات اللا أخلاقية والممارسات اللي يعني ينظمها أو يجرمها قانون العقوبات. هذا القانون منذ 1976 لم يتم تغييره، يعني فترة طويلة جدا. الغرامات التي كانت موجودة قليلة جدا، يعني بعد مضي هذه الفترة لابد الآن بعد مرور هذه الفترة أن تغلظ الغرامة أو حتى الحبس بما يناسب هذا الوقت ويكون رادع لمن يرتكب هذه الأفعال. وبحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات تمت مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية. اليوم مجلس النواب تقدم بمناقشة عامة في عدة مقترحات سواء كانت بقانون أو اتفاقيات موجودة اليوم. كان من أبرز اتفاقية بين كوريا الجنوبية، وكنا احنا دائما نسأل عن هذه الاتفاقيات ووجودها اليوم في مملكة البحرين، هل هي راح بتكون تعود بالنفع العام على مملكة البحرين، على الاقتصاد، على التنمية، وعن الوجهات اللي هي تحتاج ان هي تفتح في بعض الدول اللي فيها السياحة السنوية وتعديل بعض اللوائح فيها. تم مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي ما بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، وذلك من أجل تعزيز التعاون وأيضا تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين، وأيضا تعزيز تشغيل ناقلاتنا الوطنية وأيضا ناقلات الوطنية لجمهورية كوريا للتشغيل إلى مطار البحرين الدولي، وأيضا ربط مطار البحرين الدولي بالأسواق الاستراتيجية. وخلال الجلسة تمت مناقشة المقترحات بقانون حول بعض قوانين الخدمة المدنية وقانون الميزانية العامة وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون إيجار العقارات، ومقترح بقانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وإحالتها إلى الحكومة. ملفات مهمة تمت مناقشتها اليوم خلال جلسة مجلس النواب، ذلك من خلال أبرز ما تقدمت به اللجان النيابية في مختلف المواضيع التي تهم الشأن المحلي والدولي. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.